ميتيو ميتيو ميتيو، أحوال الطقس على الحياة الفارغة. من المتوقع باش يكون طقس سبت 25 فيفري 2023 مغيم جزئيا، فاحيانا كثيف السحب مع امكانيه تهاطل بعض الامطار المتفرقه بالشمال، ومحليا بالوسط باش تسجل درجه الحراره انخفاض بالشمال وبالمرتفعات الغربيه، باش تكون القصوى بين 15 و20 درجه، واستقرار ببقيه المناطق باش تتراوح بين 22 و28 درجه. بالنسبه لولايه القيروان باش تشهد الذروه نتاعها الى حدود 28 درجة وتحديدا درجة الحرارة 16 درجة. أما بالنسبة للرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وبالجنوب، ومع دواوير رملية محلية تنجم تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية معتدلة من 20 إلى 35 كيلومتر بالساعة ببقية المناطق، فيما يكون البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال. كما قلت لكم ولاية القيروان باش تشهد الذروة نتاعها الى حدود 28 درجة، دونك تعتبر درجة الحرارة مرتفعة نسبيا، والى حدود هذه الساعة تقريبا في 16 درجة، دونك الطقس ماهوش بارد. صحيح تراو الدنيا مسحبة شوية، ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار، اما بلغتنا العامية الدنيا غطى شوية. ديما نقول لكم سيسوا رواحكم هاكا هنايا شوية، ليكيب غريبي شوية، دونك سيسوا رواحكم الناس الكل. سينو احنا مواصلين معكم صبحي. نعم، ذكركم كنت هذه لمتيو.